طيب فبس احنا معانا كابتن علاء. طب حلوة وانت بتتكلم حلوة يعني كابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة. تحياتي ليك يا كابتن علاء. اهلا اهلا كابتن اسامة. تحياتي كابتن محمد حشيش. كابتن محمد حشيش صخر الدفاع جينا والله. اولا بنبارك لك على تولي المنصب يعني برغم ان المباركة متأخرة لكن في مسؤولية كبيرة جدا عليك يا كابتن علاء والناس يعني مستبشرة بيك خير والفترة اللي جاية عليك مسؤولية كبيرة. حاطين أمل عليك كبير. حاطين أمل كبير جدا عليك خلال الفترة اللي جاية. يا رب إن شاء الله نبقى على قد المسؤولية وربنا يكرمنا إن شاء الله في إن إحنا نعمل حاجة للكرة المصرية. يعني يمكن قعدت مع كابتن حشيش أكثر من مرة بصراحة وعلى اتصال بيه دائم والتصوير على مع بدر رجب ومع وليد ومع إمام كل المجموعة دي أنا على اتصال لأني أنا دايما بحب افكارهم وبنوصل لاعلى حاجه اللي احنا نقدر نخدم بيها بلدنا ونقدر ونشوف السلبيات والايجابيات اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت ونبتدي نعالجها. من النقط المهمه اللي حضرتك عملتها كابتن علاء اللي كنا بنعاني منها السنين اللي فاتت مفيش تواصل ما بين المدير الفني للاتحاد ورؤساء قطاعات الناشئين والمديرين الفنيين عشان يعرفوا السلبيات الايجابيات الدنيا الكلام نفسه كان بيوصل لحلول. حضرتك عملت الخطوه دي فيعني خطوه مهمه جدا. انا على دايما يعني مثلا اقول لحضرتك حاجه امبارح كابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين في نادي انبي اتكلم معايا في نقطه انا عن نفسي انا اقتنعت بيها. قال لي كابتن ال 2005 ثانويه عامه يخلصوا 15/7 انا كنت معلن ان الدوري هيبتدي اول 9 عشان اقدر العب اكبر عدد ممكن. يعني قال لي يعني يا ريت 2005 بالذات تستنى شويه على اساس يقدروا يريحوا وبعدين يبتدوا يخشوا فتره اعداد. ليه انا ما اخدش بالفكره دي؟ ليه انا دايما اضغط على الاولاد؟ انا عايز الانديه تريح واللعيبه تستريح ونعمل موسم قوي. طب. فانا انا بستجيب الحمد لله وبدفع. حلو يعني واخد بالك فهي فكره مش وحشه. واخد بالك لكن في طبعا كل مراحل السنيه خلصت من بدري تبتدي ونبتدي نفكر نعمل ايه ل 2005 عشان خاطر نتلاشى الموضوع ده. ده اللي انا كنت مفتقده في الفتره اللي فاتت لما انا كنت في 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 زد او في المقاولين اللي فعلا لغه الحوار. يعني انا كان حواري دايما مع كان كابتن حشيش وكان ابراهيم القصاص وبعد كده كابتن حماده شربيني مش مع الاتحاد نفسه. فانا دلوقتي انا موجود في الاتحاد فليه ما اخليش الانديه كلها قريبه مني ونستمع ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. عندي مشاكل كثيره في الـ في الـ في الـ في المسابقات بحيث ان احنا طبعا انا يمكن سمعت الحوار من شويه مع كابتن بدر رجب بيتكلم على موضوع التسنين وعلى موضوع الاعمار السنيه اللي مش مظبوطه والاستثمار. هي حقيقه دي حاجات مدمره للكره المصريه. دور الكابتن علاء ودور الاتحاد السنه اللي جايه بقى كابتن علاء في الامور دي ممكن يبقى ازاي خاصه موضوع الاستثمار ده؟ لا ان شاء الله يعني في حاجه كويسه معموله كويس بحيث ان احنا نقدر يعني نقضي على الموضوع ده. وانا هطلع طبعا كده في جلسه مع الاعلاميين ومع رؤساء القطاعات هنقول ايه اللي هيتعمل الفتره الجايه. لكن تمام. معمول حاجه كويسه بالنسبه لموضوع يعني الاستثمار والاعداد القيد وهيكون في اللوائح حق اللجان بتاعت اتحاد الكوره لو راحت شافت لعيب في البراعم جسمه مش طبيعي وسنه كبير من حقه اللي هو يطلعه بره الفرقه. اذا كانت فرقه على مستوى ضعيف ومأثره على المهرجان او مأثره على المسابقه هنستبعدها لابد. وممكن على فكره بدون مقاطعه يعني اللي جسمه كبير ده احنا مش هنشطبه هنلعبه في السن الاكبر. السن الاكبر واخد بالك ان سنه الطبيعي اللي يلعب فيه كويس. لكن احنا عشان ننزل بقى ونكسب ونلعب باي حاجه ومش عارف وكسبنا وكلا لا كل واحد يلعب سنه الطبيعي لان كويس. في هذا الموضوع بيقضي على مواهب موجوده في سنها الطبيعي وما بتقدرش تكمل بسبب ان واحد تاني لاعب مكانه وده بيبقى بره. المسابقات هتبتدي امتى يا كابتن علاء؟ كان كل سنه بنشوف تاخير في ابتداء المسابقه سواء في البراعم او في بطولات المناطق والجمهوريه، السنه دي ممكن نبتدي بدري شويه ولا الكود هيفتح امتى؟ انا اعلنت الشهر اللي فات يا كابتن عشان انا بعمل اللي انا كنت بعاني منه. ايوه انا اعلنت اللي الدوري مفيش السيستم مش هيفتح قيد الا بعد انتهاء الدوري العام ثاني يوم. تمام دوري ممتاز. الدوري الممتاز تمام؟
فالدوري الممتاز كان المفروض يخلص 15/8، النهارده الدوري نزل 18/8. تمام. 19/8 هيبتدي القيد. 19/8 هيبتدي القيد القائمة الأولى. القائمة الأولى على لغاية أول الشهر، دي مرحلة الناشئين فقط لا غير. كويس. عشان أبتدي دوري الناشئين في أول 9. طب هتستنى القائمة الثانية لما تنزل، يعني من 19/8 لواحد 9 دي القائمة الأولى. القائمة الثانية بتقعد شوية، هتستنى انتهاء القائمة الثانية ولا ليه؟ لا كتير قوي، كتير قوي من 19، انا ممكن اخليها لغاية 25 26. والقائمة الثانية من مدة خمس او اسبوع كمان، اسبوع الشرط ان انا افتح المسافة، كل واحد عارف لعيبته ايه وجاهز ازاي. يعني كمان. يعني ممكن نشوف في النص الاولاني من 9 ابتداء مسابقات الناشئين والجمهورية. اصلا انا كابتن اسامة انا هشتغل على الناشئين فقط، فهيبقى في ارتياحية، ويمكن كابتن حشيش قاعد قدامك يقول لك انا مش هدخل البراعم مع الناشئين وتبقى الموضوع ضغط على مناطق. انا قائمة اولى وقائمة ثانية للناشئين فقط. فتبقى العملية فيها اريحية، وفيها اخلص الناشئين وابتدي مسابقاتهم، ابتدي اسبوعين في قيد البراعم. واخد بالك، ونبتدي المهرجان بتاعه في نص 9، لان انا صعب جدا ان انا اخلص الموسم في شهر 4 وابتدي يا جماعه في شهر 9، عمرها ما كانت في كره القدم. انا عايز اكبر عدد ممكن مباريات اللعيبه تلعبها. كويس. لو عشان كمان لما رمضان بيدخل الامتحانات يبقى عندك وقت ومساحه اكبر للعيبه تقدر تشارك. رمضان هيبقى فيه المسابقات ماشيه عادي يا كابتن اسامه، انا بعلقها لك اهو دلوقتي قدام كابتن حشيش. رمضان هيكون فيه مباريات عادي جدا بعد الفطور، لان احنا كل رمضان كل سنه بيزيد بي بي يعني بيتقدم 13 يوم. فمش معقول انا اخلص رمضان شهر 3، يعني مش هينفع. انا الامتحانات بشتغل على الامتحانات بتاعه الوزاره اللي هم اللعيبه تخلص قبليها، وهبتدي. بس انا مزنوق السنه دي عشان الدوري هيخلص متاخر. السنه الجايه ان شاء الله الدوري هيخلص، انا في شهر 8 هبتدي الدوري. تمام. الامر الثاني يا كابتن علاء، ممكن نشوف لجنه من المناطق او من اتحاد الكره بتقيم الملاعب قبل البطولات. بنشوف في ملاعب يعني للاسف ما ينفعش يقام عليها مباراه للناشئين او بطولات المناطق او الجمهوريه، ممكن نشوف ده يكون يعني حاجه تبع الاتحاد ولا تبع المناطق، انها يعني لجنه تقيم الملاعب، تقول الملعب ده يصلح الملعب ده ما يصلحش. دي هيبقى مبدئيه للمناطق هي اللي هتعمل كده، تستكشف الملاعب. تمام. ولو حصل شكوى بيبقى الاتحاد بقى بيتدخل، لكن هي بتدي الثقه كامله للمناطق هي اللي بتحدد الملاعب. بالنسبه للبراعم انا ما عنديش مشكله، لان هتبقى مهرجانات وانديه تستضيفها، وانا فاتح الباب اهو قدام كابتن حشيش. الباب اي مرحله سنيه اي نادي عايز يستضيفها يستضيفها. وكنت انا قعدت مع منطقه القاهره والجيزه وكلمت ومنطقه القناه وكلهم قعدت معاهم على اساس نشوف المهرجانات مين عايز يستضيف المرحله السنيه دي، مين عايز يستضيف المرحله السنيه دي. تمام. بحيث الولاد ينتشروا في ملاعب مصر كلها. عندنا مهرجانات بتاعت البراعم بتتلعب، النادي اللعيبه ما بيخرجش بره النادي. يعني مثلا السنه اللي فاتت كان عندي مثلا تزد اللعيب بيتمرن والمهرجانات والماتشات كلها في النادي عنده. لا، انا عايز اللعيب يركب الباص ويروح نادي ثاني ويلعب. انا عايز اعوده من صغره يعني ايه كره قدم، يعني ايه لو يقدر يلعب هنا ويلعب هنا ويلعب هنا. تمام. في حاجات كده يعني ايه حاجات نقدر نستغلها في موضوع البراعم. اما الناشئين فانا بقوله لك يا كابتن اسامه، اقل مرحله سنيه هتلعب من 40 ل 45 مباراه بالنسبه. كويس. عدد مباريات كبير جدا ما شاء الله. هنلعب دوري عام وهنلعب كاس، يعني في بطوله كاس السنه دي هتضاف لبطولات الدوري للناشئين. بطوله الدوري العام اللي هو بطوله الجمهوريه زائد بطوله الكاس. كويس. اللي هيبقى فيه بطولتين قويين، عشان انا اللاعب ده لازم ياخد عدد مباريات كبير. طبعا. ولازم كله يلعب. يعني انا دي يا اسامه يعني دي علاء، عشان انت راجل اساسا مدير فني كبير وراجل عندك خبرات كبيره جدا. مقاولين عرب بتاع ناشئين في زيد عمل طفره كبيره. اهم حاجه بالنسبه للعيب الناشئ في المراحل دي ان يكبر يلعب اكبر كم من المباريات، لان هياخد خبرته من المباريات دي. واجي اي 60 واحد الاقي 14 15 واحد بيلعب وال 45 قاعدين مش لاقيين ويحصل مشاكل. لا، في يعني في حاجات ان شاء الله هعلنها، في حاجات فنيه كثيره مش عايز يقول عليها، هو محتفظ بيها. طب كويس. بس انا كنت سمعت مكالمه كابتن امام كابتن اسامه معاك. فبيقول ليه 2009 معمول لها بدأنا بدري ليها عشان ليها الأولمبياد متأخر. السنة الجاية 2025 اولا في قرار طلع من الاتحاد الدولي اللي في كأس عالم
تحت 17 سنه 5 سنين ورا بعض، بداية من الموسم الجاي 25 يعني 2008 اللي منتخبها بتجمع محمد الكاس، هتلعب كاس عالم الجاي في 2025 2009 هتلعب كاس عالم في 26 2010 هتلعب كاس عالم في 27 تمام 2011 في 28 2012 في 29 فلابد ان انا ادخل الاولاد من بدري ايوه يبتدي يلعبوا ويعرفوا يعني ايه مكسب ويعني ايه خساره ويعني ايه بطوله ويعني ايه بيلعب باسم بلده. فالموضوع القرار ده نزل من حوالي 4 5 شهور اللي هو كاس عالم 17 سنه 5 سنين ورا بعض سواء للولاد او البنات. تمام كابتن علاء، اخيرا ممكن نشوف، وانا الحته دي انتقدتها على الهواء لما كنت بذيع مباراه 2007 للنادي الاهلي، اخر مباراه بيتوج فيها النادي الاهلي وما كانش فيه تكريم في الملعب، احنا كرمنا اللعيبه، شفنا في مباراه زد ونادي زد بيعمل تكريم ل 2005 لعيبته، ممكن نشوف الاتحاد المصري لكره القدم بعد انتهاء مسابقه وفريق بيتوج تتعمل احتفاليه واللعيبه بتسلم كاس او ميداليات وتبقى ذكرى للعيبه دي بعد كده بنجوم كبار بيفتكروا ان انا خدت بطوله كذا وفي سن كذا؟ طبعا ممكن نشوف الشكل يعني التنظيمي ده كمان. انا سالت الحاج عامر على قلت له كان زد واخد بطوله 2005 ايوه، فقلت له احنا عايزين نكرم الولاد، احنا عايزين دي بطوله كبيره مش سهله. فقال لي لا احنا هنعمل تكريم مجمع كله للناس اللي خد اللي خدت البطولات في حفله كبيره تمام، بس طبعا المشاكل اللي موجوده في الكوره المصريه دلوقتي خلاص ولا حفله ولا خطوبه الحفله تأجلت تأجلت بس يعني لكن طبعا انا من احلى حاجه في الدنيا اللي انت تخلص المباراه النهائيه بتاعتك وتقرب من الملعب واللاعب يخرج من الملعب واخد الكاس البطوله والاتحاد مكرمه والمنطقه مكرمه ويحس باللي عمله ان شاء الله. بالاضافه وبالاضافه ان انت ما تبقاش حفله جماعيه ده وده، ايه المشكله؟ ان شاء الله ان شاء الله منتظرين يا كابتن علاء ان شاء الله في حلقه تكون معانا على الهواء ان شاء الله، يعني اللي انت ما قلتوش النهارده هتقوله بقى معانا في الحلقه الجايه باذن الله. خلاص انا كده اتكلمنا على اللاعبين بقى موضوع المدربين كابتن دورات المدربين كابتن حشيش قاعد معاك وعارف كل حاجه. انا في خلال الفتره اللي جايه لغايه شهر 12 عامل 3 دورات للايه، عامل 6 دورات للبي كويس الرخصه بي، وعامل 8 دورات للرخصه سي، واول مره في تاريخ الكره المصريه تعمل دوره المسار السريع اللي هي السي والبي مع بعض ودي لها مواصفات معينه بلعيبه معينه خد تمام، والاول مره هعمل قعدت مع المسؤول الاتحاد الافريقي واتكلمت معاه المدرب حراس المرمى لابد له يبقى ليه كورسات خاصه غير مدربين كويس، فالراجل اقتنع تماما اللي هياخد يعني المدربين حراس المرمى برضه هياخدوا السي والبي والايه عشان برضه يبقوا جاهزين زي مدربين تانيين، وعملت 3 دورات لبنات فقط لا غير عشان الكره النسائيه اللي هي بنات فقط مش ولاد يدربوا الرجال يدربوا البنات، بنات فقط لا غير السي والبي والاي ده لغايه شهر 12 اللي جاي. شغل مهم بس. جدا وترتيب الاوراق مهم جدا، بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن علاء في الفتره الجايه. كابتن علاء نبير المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم.